النهوان اليوم غنديروا على العديد من الدرجات في النوطة، فغنبداو بدرجة الدو، أي على الدو، نهوان دو. فالنهوان دو فيه السي بيمول والمي بيمول واللا بيمول كعلامات موسيقية، السي بيمول المي بيمول اللا بيمول. وكنوطة حساسة السي بيكار، والكثير من الناس اللي يسولون عن النوطة الحساسة، فالنوطة الحساسة هي يعني ستختص فيها يعني تقريبا فقط النهاوند والصابا. فالنهاوند فيه النوطة الحساسة لكن ما كتكتبش هي في الارمير، ما كتكتبش في السلم الموسيقي. هذا تقسيم بسيط باش تعرفوا على النهاوند على الضو. فكذلك ممكن ناخذ نهاوند مثلا على الصول، ونبدا من هنا. والنهاوند على الصول كتكون فيه العلامات السي بيمول والمي بيمول، السي بيمول السي بيمول والمي بيمول والفا دياز كنوطة حساسة. هذا بالنسبة للنهاوند على الصول. كذلك ممكن ناخذ نهاوند على الري، مثلا من هنا من الري. والنهاوند على الري في السي بيمول في السلم الموسيقي، السي بيمول في السلم الموسيقي، وكنوطة حساسة هي الدو دياز. فهذا بالنسبة للنهاوند على الري. كذلك ممكن ناخذ نهاوند على الفا، والنهاوند على الفا تتولي فيه السي بيمول المي بيمول لا بيمول والري بيمول، السي بيمول والمي بيمول لا بيمول والري بيمول، يعني في أربعة ديال العلامات في السلم الموسيقي. فالنوطة الحساسة هي المي بيكار.
فبالنسبه يعني في التقسيم فممكن انك تاخذ واحد النوطات اللي هما باساج كيتسموا انهم نوطات ممر بحال كيما درت انا السي بيكار فقط هذه ممر يعني ما محسوباش انها في السلم الموسيقي هذه بالنسبه للنهاوند على الفا فكذلك ممكن ناخذ نهاوند على اللا نهاوند على اللا ما كتكون فيه حتى شي علامه في السلم الموسيقي النوطه حساسه هي السول دياز فبالنسبة للتقسيم هو فقط إحساس يعني كتخيل أنت مثلا وكتعزف يعني فكذلك ممكن أن نديرو نهاوند كذلك على المي نهاوند على المي فالنهاوند على المي كتكون في الفا دياز الفا دياز في العلامات الوسطى كتفي مي بيمول كنوطة حساسة فهذا بالنسبة من نهاوند على المي فطبعا هذه كانت نبذة عن مقام النهاوند للتعرف عليه على الدرجات عديد من الدرجات الموسيقية في النوطة لأن بزاف الناس يكون عندهم خلط يعني في هذه الأمور فقط هو نهاوند ناخذ نفس الأبعاد يعني لما كناخذ مثلا نهاوند على الله مثلا فخلق ناخذ نفس الأبعاد وهو تكون بعد ما بين الله والسي ونصف بعد ما بين السي والدو وما بين دو الري بعد وما بين الري والمي بعد وما بين المي والفا بعد نصف بعد عفوا ما بين المي والفا نصف بعد وما بين الفا والصول بعد وما بين الصول لا بعد فهذو هما الابعاد اللي خاصك تحافظ عليهم باش تقوم بالنهاوان يعني حنا دابا عطينا لكم النوطه مثلا النهاوان لا هي خاصنا نقول ما بين النوطه الاولى والثانيه بعد ما بين النوطة الثانية والثالثة نصف بعد ما بين النوطة الثالثة والرابعة بعد ما بين الرابعة والخامسة بعد ما بين الخامسة والسادسة نصف بعد ما بين السادسة والسابعة بعد ما بين السابعة والثامنة بعد يعني هذو هما الأبعاد باش كنحافظوا على النهاوند يعني فيما كنديروا هاد الأبعاد نفسهم فحنايا تنقوم بالنهاوند يعني هذه القاعده خاصكم تاخذوها والى اللقاء ان شاء الله في حلقات قادمه.